لن ينتهي هذا العذاب. إلى متى سنظل هكذا؟ نمرض ولا نجد الدواء. إننا عندما كنا في مصر تحت حكم الفرعون كنا إذا مرضنا كان الكهنة يداووننا. كنا عبيدا وأصحاء. والآن أصبحنا أحرارا ولكن المرض استعبدنا. لن ترى أعيننا مملكتنا التي وعدنا بها موسى. سوف نموت جميعا وندفن في هذه الصحراء. وقال آخرون إنما سمي الخضر بالخضر لأنه أينما يصلي اخضر ما حوله. وهل حقا موسى نبينا؟ قال يوشع. نعم. وهل رأيت الأعجيب حقا؟ إنني وجدت الحوت المملح تعود إليه الحياة مرة أخرى بعد أن كنت أمسك يدي، وكان في نيتي أنا وموسى أن نأكله في الغداء. تخيل، حوت مملح تدب فيه الحياة مرة أخرى ويقفز في مياه البحر ويسبح. ألم يكن سحرا؟ ليس بسحر، إنك لم ترى ما رأيت. والأعجب أمرا الخضر. وهل العبد الذي وجدته أنت وموسى هو الآخر نبي؟ لا أعلم. وصار الخضر ومعه موسى وأكملا سيرهما إلى ثاني قصصنا، ألا وهي قصة الغلام. من الذي أتى بهذا الصنم إلى هنا؟ من أين أتيت بهذا التمثال؟ هل هذا الصنم يخصك؟ نعم. عدت لعبادة الأصنام مرة أخرى؟ ومن قال لك أنني تركتها؟ ألم يخرجنا موسى من هذا الشرك؟ يخرجنا؟ لقد أدخلنا فيه مرة أخرى. إنني لا أصدق ما أسمع. وأنا لا أصدق موسى في أي شيء يقوله. تبا لك. أتشتمينني أيتها المرأة؟ أتصفعني لأنني أقول الحق؟ الحق؟ وأين هو الحق؟ أين؟ وهل هذا هو الحق؟ هل هذه الخيمة ما وعدنا موسى بها؟ موسى الذي هرب في نهاية الأمر؟ إنك من صنعت هذا الصنم بيدك. لم يخرج عبد واحد من مصر ومعه صنم. نعم، لقد صنعته بنفسي. إنني أريد أن أرى إلهي أمام عيني. أريده أن يراني وأنا أبكي له. أريده أمامي وجها لوجه. سامحك الله على ما تعمل. ودخل الخضر ومعه موسى إلى القرية التي بها الغلام. ثاني مهام الخضر التي دخل القرية من أجلها.
فلتطر بي 10 مرات متتالية دون أن تستريح. أجل أجل أجل. وهذا هو حسنوت، غلام الخضر الذي قطع الأميال من أجله. فلتنادي على حسنوت كي يأكل معنا. اتركه يلعب مع أصحابه، وعندما يشعر بالجوع سيأتي ويأكل. لقد أذقني هذا الغلام ما لم يذقه ابن لأب من قبل. فلتدعو له بالهداية. إنني دائما أدعو له بالهداية، ولكنه ما زال كما هو. سوف تمر الأيام وينصلح حاله. ها أنا صابر حتى ينصلح حاله. لا تقسو عليه يا ميلاس، فليس لنا ابن غيره. إنني لا يطاوعني قلبي على فعل هذا العمل، مع أنه يستحق القسوة عليه. لقد أكد لي مشع أنه رأى كل ما قاله للعبيد بشأن موسى والرجل الذي لاقاه وسط البحر. هل رأيت بعينيك هذا الرجل؟ لا. إذن فكأن شيئا لم يكن. ولكنكما أيها الرجلان قد رأيتما أكثر من ذلك على يد موسى. ومن الممكن أن يكون موسى قد سحر يوشع. نعم، مثلما سحرنا قبله. ألم يكن في مقدور موسى أن يذهب بمفرده إلى هذا الرجل؟ بلى. إذن فلماذا أخذ معه يوشع؟ نعم، لماذا أخذ يوشع؟ أقول لك، حتى يعود يوشع ليقص علينا هذه القصة كي نؤمن بموسى. إن موسى لا يكل من الدعم، ونحن لن نكل إلى أن يصمت هو عن هذه الدعوة. أنت صباحا يا جودة. أهلا بك. ماذا حدث مرة أخرى؟ إن مقبض السيف قد لقد جاءت لتحط السكين. نعم نعم، لقد جئت لأسن السكين. ماذا حدث للسيف؟ لقد انكسر مقبضه مني. ألا تجيد صنع السيوف يا جودة؟ إن العيب ليس من جودة هذه المرة. أنا من تعاملت مع السيف بخشونة وانكسر مني. لا أعلم، سأصلحه لك من أجل خاطر أخرك.